عاجل، تفاصيل صادمة من خلاف حفل وديع الشيخ ليل أمس، ونورهان تفضح ما حصل. وقع ليل أمس خلافاً داخل أحد المطاعم في العاصمة بيروت، حيث كان يحيي الفنان اللبناني وديع الشيخ حفلاً، وتطور إلى تضارب بالأيدي بين عدد من الساهرين، وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الخلاف الذي وقع وتطور إلى عراك بالأيدي وضرب بالنراجيل والصحون. وبحسب ما تم تداوله، فقد أصيبت الفنانة اللبنانية نورهان في الإشكال ببعض شظايا الزجاج في وجهها وجسمها، لأنها كانت على مقربة من الإشكال الذي وقع بالجانب منها، ما أدى إلى خروجها من المكان على الفور. وللوقوف أكثر على تفاصيل ما حصل وسبب الخلاف، وهل كان للفنان وديع الشيخ علاقة مباشرة به؟ كان لنا حديث خاص مع الفنانة نورهان وهذا ما قالته. صراحة أنا كان لي بس ربع ساعة وصلي على المحل، كان عيد ميلاد حدا من رفقاتي، وبلشوا الطاولات لحدنا الاثنين يتخانقوا مع بعض، وبلش تكسير بعض وضرب بعض بالأراجيل. نحنا لأنه كنا قراب منهم إجا علينا مي وإزاز، الإزاز اللي إجا علينا كان يعني ما نأذى حدا منا فعليا، أشياء خفيفة كتير. والحمد لله مضيت على هون. نحن لأنه كنا خايفين حدا يقوس ولا شيء، أكيد أكلناها وهلة، لأنه بتعرفوا أوقات بيكون في ناس معهم سلاح، بس الحمد لله ما كان حدا معه سلاح وما صار في قواس أبدا. بالنسبة للناس اللي عم بيقولوا أنه الفنان وديع الشيخ هو اللي فتح المشكل، أبدا أبدا، لأنه كان عم بيغني وكان مبسوط، وبس اللي صار أنه هي قصة شباب وبنات علقوا ببعض، وبالعكس هو حاول يمكن يهدي الجو حسب ما أنا شفت، بس حتى ما ردوا عليه يعني. فالمشكل كان مشكل شباب وبنات على الأرجح وقلة وعي، ها هي. وبدي أتشكر كل الناس اللي اطمنوا عني، تليفوني ما وقف من مبارح، وهالقد لمست كمية العالم اللي بتحبني. Thank you لألكن كلكن ذوق. ومن ناحية أخرى، كان استغرب الفنان وديع الشيخ الاتهامات التي ترافقه حول التهريب والإتجار بالممنوعات، مؤكداً أن بعض الفنانين الذين لا يحبونه في لبنان حاولوا تلفيق قضية تعاطيه، ولكن ثبتت براءته بعد أن تم إجراء تحليل له من جانب مكتب مكافحة الممنوعات في مطار بيروت. أنا أولى أحد بحرق رمالك بلد، بدي روحي وروحك انتي. وشدد الشيخ في لقاء ببرنامج شو القصة مع الإعلامية رابعة الزيات أن هذا الأمر جاء في صالحه لإثبات أنه بعيدا تماما عن قصة الممنوعات، وسهل حديثه في الدفاع عن من يضطر للعمل في التهريب على المناطق الحدودية من دون أن يبرر لهم ذلك، معللاً الأمر بغياب الخدمات التي تقدم للمواطنين من طبابة ومدارس وعمل.